بصوا يا جماعة، ده رقم على ما أعتقد من أمريكا. بعت رسالة لبنتي، ده صديقي وكانت بنتي طلبت منه جهاز فبعته لها، فكان بيبرمجه معاها. فعمل فكرة النهاردة ظريفة جدا، الدكتور أمجد من أمريكا بعت لبنتي من رقم تليفون مجهول رسالة مكتوب عليها مساء الجمال من أبو سنيدة. أهو أي حد في العالم ممكن يعمل ده، من رقم من ماليزيا، من رقم من كذا، وهو موجود. يعني بعت من رقم من بلد بعيد عن امريكا، هو في امريكا، من خلال برنامج بيشتريه يستطيع من خلاله انه يعمل ده من اي مكان. اه بص انا بعرضها هي على، فجميل جميل. يعني اتفضح اتفضح بجلاجل يعني. لا، وانت بعد ما جبت رقم الواد هاني ده وثبت ان الرقم اللي بيطلع على الشاشه ده كان بيكلمك وان هو الواد هاني بتاع ايطاليا، خلاص الموضوع يعني اتفقس، ومصر كلها النهارده كانت بتتكلم. يعني انا بقول لك ثلاثه من جيراني قاعدين كانوا بيتكلموا في موضوع الاستاذ محمد صالح المحترم اللي خد باله ان مصطفى بيقول لك ابو سيده يا كلب قطر بعت لي الصوب يقطع، خدوا بالهم. يعني مصر كلها اتكلمت في الموضوع ده، ما ربنا فضح في جيبك جلاجل. ربنا بيفضح الإنسان من أعماله. طيب اللي بعده، أكيد. هو طبعا قال لك ان مرتضى احمد منصور المعزول من حقه ان هو يقدم طعن على القرارات، قال لك ولكن الطعن لا يوقف القرارات. واتكلم وقال لك ان هو قبل كده تم ايقافه عامين، وقال لك لكن ما كانش فيه مدورة السلوك الرياضي. قال لك مدورة السلوك الرياضي دي تم اعتمادها في ديسمبر الماضي 2019، وبناء عليه تم توقيع العقوبات اللي صدرت ضده عشان الناس أين تبقى هو؟ فاهمة، أين هو؟ عشان الناس تبقى فاهمة العقوبات القديمة اللي هو خدها كانت ليها ظروف، والعقوبات دلوقتي اللي صدرت ضده ليها ظروف، ان في مدونة سلوك رياضي دي جاية اللي فعلتها اللجنة الأولمبية هو المصرية، و متناسبة ومتناسقة مع مدونة السلوك في اللجنة الأولمبية الدولية. وقال لك التهم الموجهة للمعزول متمثلة في تحريض اللاعبين على الحكام وكذلك الجماهير، توجيه السباب والقصف. طبعا توجيه السباب والقصف للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، للاستاذ ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، للاستاذ هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الحالي، للدكتور عبد الله جورج عضو مجلس اداره نادي الزمالك الحالي، للكابتن هشام نصر رئيس اتحاد اليد، طبعا للقامه والقيمه الكبير الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. وقال لك ان كل الكلام اللي بيطلع يقوله المعزول مرتضى احمد منصور، وطبعا ما بيقولش المعزول، انا اللي بقول الكلام ده على لساني، هو بيقول مرتضى منصور، انا اللي بقول كلمه المعزول. قال لك كل الكلام اللي بيقوله والخطابات اللي معاه وخطابات هشام حطب لحسن مصطفى والتحريض ضد الدوله وكره مصر والمؤامره على مصر، ده كلام خيال علمي، كلام خيال علمي. طبعا ده رد محترم جدا من المهندس شريف العريان سكرتير اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام، هل لديك اي اخبار اخرى؟ عندنا كتير، عندنا كتير، عندنا النهارده طبعا المعزول مرتضى احمد منصور طلع في القناه على مدار 3 ايام، قاعد يقول لك انا اللي نجحت ياسر ادريس في اتحاد السباحه، ياسر ادريس جالي عيط لي وكلام من هذا القبيل. النهارده المهندس ياسر ادريس رد على صفحته وقال لك بالمناسبه الحمد لله وبفضل الله انا نزلت الزمالك 3 دورات انتخابيه، منهم مرتين حصلت على اعلى الاصوات على الاطلاق في الانتخابات. وقال لك نزلت اتحاد السباحه 3 دورات، في اخر انتخابات حصلت على 10 اصوات مقابل 4 للزميل المنافس من النادي الاهلي، منهم دورتين الاستاذ الفاضل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، ارسل الفاضل الدكتور يحيى كمال حلمي عضو مجلس الاداره هو اللي صوت لاسم نادي الزمالك، وقال لك الزمالك بيتي وليه فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى، وقال لك لعبت في الزمالك سنه 74 سباحا، يا 74 ده كان مرتضى فين 74؟ كان لسه ما عملش عضويه النادي الاهلي. وقال لك لاعب كرة ماء، مدير فني، عضو مجلس إدارة، قبل ما ناس كتيرة تبقى أعضاء في النادي، طبعا بيلقح على المعزول مرتضى أحمد منصور. وقال لك أنا عضو في إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتزكية، ولا يمكن أن يكون هناك رئيس نادي من أعضاء الجمعية العمومية ينتخب شخص لرئاسة اتحاد. قال لك وحتى لو انتخبوا لازم يكون مقتنع بإمكانياته. صح. وفي أشخاص كثيرة توسطت علشان تحاول تسقط اعضاء وفشلت.
او حاولت تزكي مرشحين معينين وفشلوا. وقال لك صاحب الظاهره الصوتيه، طبعا بيلقح على المعزوم مرتضى احمد منصور، صاحب الظاهره الصوتيه ليس له دخل بان ياسر ادريس يكون رئيس اتحاد السباحه المصري او عضو في اللجنه الاولمبيه المصريه، وقال لك انا عضو مجلس اداره الاتحاد الافريقي دورتين بالتعيين والثالثه بالتزكيه، وقال لك الحمد لله والف شكر على اللي انا فيه دلوقتي. طبعا ده كان رد من المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه على اللي قاعد يدعي وبيدعي بطولات زائفه، ويقول لك انا اللي نجحته وانا اللي عملته، لا بيعمل حاجه ولا عنده اي فكره، عمره ما يسمع حد نجحه.